عملي ثانوي نترك المجال عملي ثانوي بس تهوشت انا استاذ الحلقه وين تهوشت انا استاذ الحلقه ابو سلمى طردني من الحلقه فكتبت قصيده في مدحه عشان رجعنا هجوته لا مدح اسمه مدح واعتذار الله وانا بولا ثانوي طبعا ما قلت عقبها ما قلت شيء قلت غضبت اليوم مني يا نديمي فصب الدمع من عيني وسالا سالا جرحت القلب حينا بعد حين فزاد الهم في نفسي وطالا طالع. اسمه ابو خالد ابا خالد سابكي طول عمري فشؤم الذنب في قلبي تعالى الله. ابا خالد لماذا الهجر دوما ففهد يبتغي منك الوصالة الله. يا سلام. عفوت اليوم عني يا حبيبي لأن سمحني هو سيرتمون أنت عفوت اليوم عني يا حبيبي فمن يعفو لأجل الأجر نالا يمين الله لن أجرحك يوما فعهد الجهل ولا ثم زالا الله عجيد الله. دخلت عليهم جاسين في الحلقة ها دخلت عليهم كذا مدرس حلقة مدرس حلقة أبو لما دخلت عليهم قلت السلام عليكم أبو خالد عندي قصيدة بقولها قدامك قال قل يوم قلتها وقضيت قام واحد من الشباب قال لي أهلك توبة الله عليك يا شباب آخر مشاركة عبد الله حبيب آخر مشاركة وحنختم بالفقرة دي